جريء وبيقول رأيه بمنتهى صراحة ودايما موجود على الساحة. شيل لعيبة بتضحي بفلوس عشان تفضل في الأهلي أو الزمالك؟ أي لعيب يقول لك أنا ضحيت ومضيت ببلاش، كل ده ضحك على الدول. موسيماني قضى على كهربا في الأهلي؟ طبعا، ومش موسيماني بس. إيه آخر حاجة اشتريتها بأكتر من 10,000 جنيه؟ مرجيحة. مرجيحة؟ كشف الأسرار. بيحاربوا طاقة الحياة عندك، وبتتحارب كمان ماديا. بمنتهى الأمان، مصر ما استفادتش منه. هو أنت رأفت الهجان بجد؟ أنت ليه عشت الدور قوي كده؟ الكابتن رضا عبد العال في حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم، الخميس والجمعة 17 و18 فبراير الساعة 11 مساء. حبر سري، هتشوف النجوم في عز الظهر حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.